السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو النهارده ان شاء الله يكون عن الليكن بلينوس. ان شاء الله الفيديوهات من هنا ورايح احاول اخليها ان هي تكون بسيطه ومختصره على مواضيع معينه عشان الناس ما تتوهش، لان بعض الناس بيكون محتاج يفهم موضوع معين مش محتاج المحاضره كامله، فكده اسهل على الجميع واسهل لنا كمان. ولو حد محتاج اي موضوع معين او اي حاجه يا ريت تكتب في الكومنت تحت، وانا ان شاء الله احاول في اقرب فرصه اعمل فيديوهات عن المواضيع الجايه. طيب الليكن بلينس، اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم نبدا بالتسميه. ليكن اللي هو زي الطحلب اللي هو الشجري، او الطحلب بشكل عام اللي هو بينمو على الشجر بالمنظر اللي احنا شايفينه. بلينس يعني مسطح، يبقى طحلب مسطح معناها الحرفي، لان هي بتكون بالمنظر ده زي شبه الطحالب المسطحه اللي بتنمو على الشجر. تمام، ده سبب تسميتها. حتى هنا شكلها نفس الشكل تقريبا، فعشان كده ايه خدت اسمها ليكن بلينس. طيب هي تي سيل ميديتد اوتو اميون ديس اوردر. يعني ايه اوتو اميون ديس اوردر؟ يعني ده مرض مناعي اللي بيكون المتخصص فيه التي سيل ميديتد. طيب هنشوف دي بالتفصيل كمان شويه. اولا هو بيحصل في الفليكسور سيرفيس اللي هي المناطق اللي بيحصل فيها فليكشن اللي هي الانقباض، يعني زي الريست والفور ارمز اللي هي الساعد والمعصم، واكيد طبعا في الاورال ميكوزل. لونج تيرم ديزيز يعني مش بيحصل مثلا في يوم ولا لا، ممكن ياخد شهور ممكن توصل لسنين كمان. شكلها بيبقى فلات توبد بابيولز بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، بابيولز فلات وتوبد، بتكون ريد في المراحل الاولى، بعدين ممكن تتحول للون بيربل، بعدين في المراحل المتاخره ممكن تكون ديرتي براون. تمام، زي ما احنا شايفين ده في الفليكسور، ده هنا في ناحيه المعصم في الريست، وهنا طبعا في الاورال ميكوزا زي ما احنا شايفين. طيب احنا قلنا ازاي بقى هو اوتو اميون ديزيز، يعني ايه؟ احنا عارفين اوتو اميون ديزيز يعني الجسم بيهاجم نفسه، مرض مناعي. طيب فده اولا نشوف شكل الابيثيليوم العادي جدا، عند بيكون تقريبا من 4 أو 5 طبقات. اول حاجه البيزل سيلير، بعدين الجرانيو السباينوزم استراتوم سباينوزوم لير او اللي هي البريكل سيل لير، وبعدين الجرانيولر سيل لير او الاستراتوم جرانيولوزم. دول اللي يهمونا دلوقتي، سيبنا من الباقي. الليكن بلينس بيحصل ازاي؟ دي الخلايا البيزل، هو بيهاجم البيزل سيل لير، دي خلايا البيزل سيل لير. معروفه اي خليه في الجسم لما بيكون فيها مشكله، مثلا دخلها سرطان او فيروس او اي مشكله، كاسلوب دفاعي من الجسم من الخلايا دي بتطلع مستقبلات على سطحها. فالتي سيل اللي هي الخلايا القاتلة المناعية اللي هي بتستهدف أي حاجة في الجسم وتقتلها، أول ما بتشوف المستقبلات دي على ظهر الخلايا بتيجي ترتبط بيها وتقضي عليها وتقتلها. تمام، طيب ده اللي بيحصل هنا بالظبط. الخلايا دي البيزل سيلير في الابيثيليوم بتعمل بتطلع المستقبلات اللي هي بتخلي التي سيلز تقتلها. طب ليه بتطلع المستقبلات؟ السبب غير معروف حتى الان، هي الفكره ان هي بتطلع المستقبلات دي فالتي سيل تيجي تهاجمها وتقتلها. تمام، فهنا احنا عرفنا ازاي تي سيل بقى هي ميديتد في الموضوع ده وبتقتل. عرفنا ازاي يعني ايه اوتو اميون، وازاي اوتو اميون ان هي بتهاجم البيزر سيلير. طيب في الطبيعي اصلا الابيثيليوم بيتكون ازاي؟ البيزر سيلير دي اللي هي متحوره، يعني هي ايه كانها مخزن او خزين، كل شويه مثلا الجلد اللي فوق ده الخلايا اللي فوق دي تتقشر تروح دي طالعه مكانها، والبيزر سيلير تدخل مكانها، وهكذا اللي فوق يمشي دي تتحول لبريكل وبعدين لجرانول، وهكذا 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 زي ما احنا ماشيين. كل ما طبقه من فوق تمشي تتعوض ايه طبقه من تحت. فهنا لما بيحصل دلوقتي انا دي اتدمرت عندي، فبالتالي التدمير ده هيبدا ايه، لان مفيش دلوقتي ريزرفوار او مخزن يعوض اللي فوق، فبالتالي المشاكل او التاكل ده او المشكله اللي حصلت هنا تبدا تنتقل من فوق لفوق لحد ما توصل لطبقه الجرانولر سيل لير. الجرانولر سيل لير دي اللي هي فيها اللي بتنتج الكيراتين. تمام، فبالتالي هيحصل فيها مشكله، فيبدا حجمها يزيد وتتكاثر والكيراتين جواها يزيد لحد ما تكون حاجه اسمها هايبر جرانولوزيس. هايبر جرانولوزيس يعني زياده في طبقه الجرانولر سيل لير وكميه الكيراتين اللي جواها. طيب انا كلينيكالي اشوف الهايبر جرانولوسيس او طبقه الجرانولر سيلير دي لما بتزيد بشوفها ايه كلينيكالي؟ بشوفها على هيئه حاجه اسمها ستراي ويكهامز سترايز او خطوط ويكهامز. دي الخطوط البيضاء دي هي عباره عن الهايبر جرانولوسيس اللي زاد هنا او الكيراتين. ده باختصار شديد يعني ايه اوتو اميون ديزيز او ديس اوردر وحصل ازاي. يبقى نلخص سريعا، البيزل سيلير طلعت مستقبلات هنا،
فجت التي سيل هجمتها موتتها، فبالتالي لحد الضرر انتقل لحد ما وصل للهايبر للجرانول سيلير، تحولت اللي حصل لها هايبر جرانولوسيس وظهر لي بره على وكم ستروي. طبعا الخلايا دي بعد ما بتتدمر، اللي هي البيزل سيلير اللي بعد ما بتتدمر بيكون اسمها كافيت بوديز. ده بالمنظر هنا. اولا النقط السوداء دي هي الليمفوسايت او الخلايا المناعيه او التي سيلز اللي هي جايه تهاجم. انا مش شايف اي بيزل سيلير هنا، كله داخل في بعضيه، الابيثيليوم داخل في بعضيه وكله داخل في بعضيه. وانا لو نلاحظ دي الجرانول سيلير، شايفين تضاعفت وكبر حجمها بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. في مني تقريبا اربع انواع من الليكن بلينوس. اول نوع اللي هو الريتيكولار تايب، اللي هو النوع الموست كومن والاشهرهم تقريبا، اللي هو ده بشكل عام اللي هو الطبيعي خالص، اللي هو اي ليكن بلينس هو الموست كومن تقريبا. وزي ما قلنا بيكون في الويكهام استراي والكافيت بادز ده في الكل تقريبا. تاني نوع الاروسيف تايب، اروسيف يعني متآكل، او رودي يعني متآكل، في ألسر زي ما احنا شايفين متآكل بالمنظر ده، وفي ايه برضه الويكهام استراي والكلام ده كله، يبقى ايه في رودت او ألسر، ده الاروسيف تايب. الهايبرتروفيك تايب بيبقى اليفيتد وايد ليشن، بيبقى في وايت ليجن وإليفيتد عن الميكوزا او التانجا او ايا كان، بيكون طالع لفوق شويه ولونه ابيض. الاتروفيك تايب هو بقى بيكون سموث ريد وبورلي ديفايند، يعني بيكون مش واضح اصلا، هو احمر بسيط يعني صعب اصلا تميزه عن لون الميكوزا العادي، بورلي ديفايند ما بيكونش واضح. بس شكرا.